ورحمة الله وبركاته. وها قد فتحت الأبواب من جديد، وها قد عاد العشاق من جديد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا رب أتم علينا النعمة بشفاء المصابين وزوال هذه الغمة يا رب العالمين. يا الله، 73 يوم، 365 فرض، وها قد فتحت الأبواب من جديد. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. والله العظيم أني أحس أني كأني أطير من على الأرض. يا الله، يا الله لك الحمد، يا الله لك الحمد. يا أحبه، أغلقت أبواب المساجد بيننا 73 يوم، ونشعر بكل هذا الكم من الفرحة عندما فتحت الأبواب، وشعرنا بكل هذا الضيق لما كانت مغلقة. طب كيف اللي ما عمره في حياته دخل مسجد؟ طب كيف اللي ما عمره في حياته سجد لله؟ احمد الله على نعمة الإسلام، الحمد لله. هذا المسجد النبوي شامخ عزيز، يا رب لك الحمد والشكر. وأبشروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد كان توطن المساجد ثم شغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان عليه إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا أقدم. الله فرح بعودة المصلين إلى المساجد. قولوا آمين يا أحبة. يا رب، يا رب، يا رب، أدعوك من مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم أنك ترزق كل مشتاق لهذا المكان الزيارة عاجلا.